عارف انه في 45 ثانية وبضغطة واحدة بس قادر تقيس معدل ضربات قلبك ومستوى الاكسجين في الدم ومعدل التوتر وجودة التنفس، وكل ده من خلال اميسفيت بيب 5 يونيتي. طيب لو تعرف البراند بتاع اميسفيت هتعرف انه دايما بيلعب على جزئية القيمة مقابل السعر، وده تحديدا اللي بتعمله البيب 5 يونيتي، وده بداية من التصميم اللي بيحتوي على شاشة بتقرب للاتنين انش، لكن بسبب حجم الشاشة الكبير ده اوقات هتحس انك شايف البكسلات بعينك. موجود هنا زرار واحد جانبي بيجي بشكل طولي. اما بالنسبة لمواد التصنيع فالهيكل العلوي للساعة مصنوع من الستانلي ستيل، ومن ورا هتلاقي بولي كربونيت. لكن الاهم من كل ده هو وجود طبقة حماية على الساعة هنا، وطبقة الحماية دي بتخلي الساعة مقاومة للصدمات وللخدوش، ودي نقطة لازم تبقى حريص على وجودها في أي ساعة بتفكر تشتريها، علشان أوقات كتير الساعات بتتعرض لصدمات واحنا لابسينها. والساعة هنا مقاومة للماء والأتربة بمعيار IP68، وده معناه إن الساعة بتستحمل معاك لعمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة. وبالنسبة للاستراب فبتقدر تغيره، وبتقدر تركب أي استراب مقاس 22، ويعني الاسترابات الموجودة بمقاس 22 كتير جدا في السوق، مش محتاج تروح تشتريها من براند، يعني من اي محل عادي تقدر تشتري منه ستراب. طيب تقدر تضيف لحد 100 واتش فيس للساعة، وتقدر تختار اي صورة ليك وتخليها واتش فيس، وده اوبشن مش دايما بيكون موجود في كل الساعات، وكل ده تقدر تعمله من خلال تطبيق الساعة اللي موجود على الموبايل واللي هنتكلم عنه كمان شوية. نقطة كمان مهمة قوي، وهي ان الساعة فيها سبيكر ومايكروفون، وده معناه انك تقدر تعمل مكالمات من خلال الساعة بشكل مباشر طول ما انت كونكتد بالموبايل. والساعة نفسها بتقدر تحفظ لحد 50 اسم، وتقدر تستخدم الساعة زي ريموت كنترول بعيد كده، علشان لو انت بعيد عن الموبايل تقدر تاخد صور من خلال الساعة. والساعة هنا بتدعم اللغة العربية، وبالتأكيد كتير مننا بيشتروا الساعات الذكية دي علشان يراقب نشاطه الرياضي وصحته بشكل عام. وخلونا نبدأ بالرياضة. مبدئين الساعة بتقدر تتبع 120 تمرين، وبتقدر تبدأهم بشكل تلقائي من خلال التعرف عليهم. يعني على سبيل المثال لو انت بتجري فهي بتبدأ تعرف بشكل تلقائي ان انت بدأت جري، وبتبدأ تتتبع التمرين بتاع الجري ده بدون ما انت تبدأه بشكل مانوي، ودي نقطة بالتأكيد في صالح الساعة. لكن اللي مش في صالح الساعة ان الشاشة هنا بتيجي من نوع LCD مش من نوع AMOLED، وده معناه ان مش موجود هنا Always On Display. يعني باختصار مش هيكون عندك الميزة اللي بتخلي بيانات الساعة دايما معروضة على الشاشة. وتعالوا نروح لنقطة مهمة جدا 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 بالنسبة لي، وهتعرفوا ليه دلوقتي مهمة الأهمية الكبيرة دي. والنقطة دي هي التطبيق الخاص بالساعة. التطبيق هو زيب آب ومتوفر على أندرويد وآي أو إس. طيب ليه بقى التطبيق مهم قوي بالنسبة لي؟ ده لأن الساعة هي الوحيدة في فئتها السعرية اللي بتدعم تنزيل تطبيقات خارجية على الساعة من خلال التطبيق ده. وأميسفيت أب ستور موجود بقى فيه اختيارات كتير ومتنوعة، بداية من الألعاب، تطبيقات خاصة بالصحة، الفتنس، التمارين الرياضية، اللايف ستايل والإنتاجية وغيره كتير جدا. طيب هيجي في بالك هل الموضوع التطبيقات ده مهم للدرجة دي؟ فهقول لك تعالى اديك بعض الامثله وانت في الاخر هتحكم بنفسك. يعني مثلا عندك تطبيق موزن بقى متوفر على الساعه نفسها، عندك تطبيق بيفكرك تشرب ميه لو نسيت على مدار اليوم، وعندك تطبيق بيتبع الوزن بتاعك لو انت عامل دايت الايام دي ومحتاج ان انت تكيب اب بشكل مستمر، وعندك تطبيقات بتديك تمارين معينه وبتعمل لك عمليه توجيه وانت بتعمل التمارين دي، وعندك تطبيقات بتعمل لك ريمايندر لحاجات معينه في يومك لو انت حابب، وعندك من كده تطبيقات كتير قوي هتبقى مستمتع ان هي موجوده معاك على الساعه، وتقدر تنزل لحد 50 تطبيق على الساعة، وده بالنسبة لي رقم أكبر من احتياجاتي أنا شخصيا. وحقيقي لو هسيب كل الأسباب واختار سبب واحد بس بالنسبة لي ممكن أرشح علشان الساعة دي فهو السبب ده. والناس اللي متابعة عالم السمارت ووتشز هتبقى عارفة إن في ساعات أغلى منها بكتير جدا ولا تدعم تنزيل تطبيقات خارجية. الساعة هنا كمان بتدعم إن أنت تحفظ عليها QR codes، وده بيسهل عليك إن أنت تقدر تعمل سكان في أي مكان بدل ما كل شوية تطلع الموبايل بتاعك وتطلع QR code وتخلي الشخص اللي قدامك يعمل سكان من موبايلك. وليك لحد 20 ممبرشيب كارد تقدر تحفظهم على الساعة. وبالنسبة لسرعة استجابة الساعة فمن تجربتي مع ساعات كتير في الفئة السعرية دي اقدر اقولك ان الساعة هنا تنزلت شوية في ريزوليوشن الشاشة والجرافيك في سبيل تحقيق سلاسة واضحة جدا في الساعة هنا مقارنة بالفئة السعرية اللي هي موجودة فيها. وتعالوا بقى نروح للنقطة الخاصة بمراقبة الصحة. مبدئيا تقدر تقيس معدل ضربات القلب ومستوى الاكسجين في الدم ومعدل التوتر ومراقبة جودة النوم، سواء بقى كان نومك عميق كفاية ولا بتدخل في نوم متقطع وغير منتظم، وكمان موجود قياس جودة التنفس. وكل الحاجات دي تمام وجميلة وكل حاجة، بس تقريبا موجودة في كل الساعات دلوقتي. لكن النقطة اللي ساعات اميسفيت متفوقة فيها على باقي الساعات في النقطة دي هي دقة القياسات، بمعنى انه اكيد الساعات دي ما بتوصلش لدقة الاجهزة الطبية المخصصة اصلا للقياسات دي، لكن كل شركة بتحاول توصل لاقرب نقطة مقارنة بالاجهزة الطبية. وهنا الساعة نسبة دقتها مقارنة بالاجهزة الطبية بتوصل لاكتر من 95%،
ودي بالنسبه لي تاني اكتر نقطه قوه بعد نقطه القوه اللي كنا اتكلمنا عنها اللي هي بتاعه دعم تنزيل التطبيقات الخارجيه. النقطه دي كمان بالنسبه لي مهمه جدا. اما البطاريه فمن استخدامي كانت بتوصل لست ايام من الاستخدام اللي هو استخدام بعمل فيه كل حاجه في الساعه مش مانع نفسي من حاجه، وده رقم مميز بالتاكيد مقارنه بكميه الحاجات اللي الساعه بتقدر تتتبعها في خلال اليوم. والساعه متوفر منها 3 الوان بلاك جراي بينك. طيب في النهاية السؤال الأهم بقى، بكام الساعة دي؟ الساعة سعرها 3700 جنيه مصري اللي هما في حدود 75 دولار، وده سعر منافس جدا مقارنة بكل المميزات اللي الساعة بتقدر تقدمها في الفئة السعرية دي تحديدا. واللي بيخليها واحدة من أهم ترشيحاتي أنا شخصيا في الفئة السعرية دي هما النقطتين اللي اتكلمت عليهم واللي قلت إن هما مبهرين جدا بالنسبة لي، اللي هو نقطة تنزيل تطبيقات خارجية، والنقطة التانية اللي هي دقة القياسات البايومترية. والله تنفع لحن. وبس دي كانت كل حاجة في فيديو النهاردة، بس بالتأكيد لسه عندنا أكتر بكتير جدا في الفيديوهات الجاية، فممكن تتابعيني على فيسبوك انستجرام تيك توك، كل اللينكات دي موجودة تحت الديسكريبشن. ممكن عادة ممكن تعمل لايك لو الفيديو عجبك أو ديسلايك لو ما عجبكش، وممكن تتابعنا عشان تتابع اللي جاي. وكالعادة كان معكم محمد ميحة، تستنوني الفيديو الجاي. سلام. I don't wanna know.